صور لساديو ماني مشاهدينا الكرام قبل تسديده لركلة الجزاء تحدث مع أبو جبل. حبيت عبد النور تعلق لي عليها وأشار بأصبعه بأنه سيسدد نضرب عليك على اليمنى على الجهة اليسرى بالنسبة للحارس في الحارس واليمنى بالنسبة اليمنى بالنسبة ل تكلمنا في الحصة الماضية قلنا بالنسبة أن صلاح راح يعطي المعلومات على ماني لزملائه وماني في المقابل وتجسدت اليوم في النهائي تكلمنا عليها سابقا لأنهم ينشطوا في نفس النادي ويعرفوا نقاط الضعف اليوم أراد أن يستفز استفزهم حقيقة قبل تسديده في ضربة جزاء جبر بهنا قالوا التزم جبر بهنا قالوا التزم مكانك ما لا 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 لأن لا لا أظن أنه قالوا بأنه سأسددها على الجهة واضحة صورة أنه كان يعطي له بعض المؤشرات على كيفية تنفيذ ضربة جزاء لماني وماني تفطن لهذا التواصل وراح دخل نفسه وعندما تدخل كان نظن يغرس فيه الانسرتيتود سي صادي ما تقلق شويه ونظن تنفيذ ضربه كان برك حبيت نقول لك في هذا الشيء كان واحد المحلل فني تونسي راح عنده تنفيذ ضربه جزاء الاخ حلمي كشو نشر كيفيه تنفيذ ضربات جزاء على منصه انستات سكاوت بلا ما نعملها اشهار لانها منصه ذو مصداقيه ان كل ضربات جزاء اللي ينفذها ساديو ماني كانت في تلك الجهه لهذا عاده عندما تستعمل تكنولوجيا وتتابع لاعبين ممكن ان حارس المرمى عنده معلومات يتفطن ويعرف وراح يسدد